بالنسبه للمباراه دول احسن فرقتين في البطوله، وصلوا للفاينل. الحظوظ واحده والدوافع عند الفرقتين واحده، احنا عايزين نكسب، واكيد فرقه النهضه عايزه تكسب. الفرقه اللي هتبقى يعني جاهزه اكتر هي دي اللي هتقدر تشيل الكاس. والبطوله متقسمه على مباراتين، في شوط هنا وفي شوط في ان شاء الله في مصر. ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل نتيجه ايجابيه هنا. بوطيب طبعا لعيب دولي، لعيب مهم بالنسبه لنا، لكن احنا عندنا عمر السعيد هو مهاجم برضو قوي جدا، وارقامه معانا في الدوري حتى في البطوله الكونفدراليه لاعب كتير واحرز اهداف كتير، فهو ما يقلش عن خالد خالص. عندنا طبعا غيابات خالد وفرجاني ساسي، وطبعا الحارس الاساسي جنش والحارس الثاني عماد السيد، لكن في الاخر الفرقه اللي عايزه تاخد بطوله تبقى محضره من اول الموسم، عندهم لعيبه كفايه، واحنا يعني كل اللعيبه عندهم كفاءه عاليه وعلى مستوى عالي، وان شاء الله الغيابات دي ما تاثرش علينا. طبعا يعني قمه ان شاء الله تبقى رائعه. فريق نهضه بركان طبعا فرقه من الفرق اللي عملت موسم اكثر من رائع على المستوى الافريقي. احنا بالنسبه لنا طبعا ان احنا تاني مره نبقى نوصل نهائي، قبل كده وصلنا قبل نهائي الكونفدراليه من سنتين، 3 سنوات كنا في ابطال الدوري في النهائي برضو مع سان داونز. بالنسبة لنا بطولة مهمة جدا، الشوط الأولاني فيها هيبقى في المغرب هنا بكرة، الشوط الثاني هيبقى في مصر. أعتقد إن فرقتنا مركزة، بطولة مهمة جدا، وأنا بشكر طبعا مسؤولي الكرة المغربية ومسؤولي نهضة بركان على حسن الاستقبال، ودي تالت مرة نيجي فيها المغرب. جينا مع اتحاد طنجة في نفس البطولة، وجينا مع حسنية أغادير، ودي تالت مرة. استقبال أكثر من رائع، بنشكرهم جدا جدا. ان شاء الله باذن الله حسن الضيافه هيترد في مصر باذن الله، واتمنى مباراه كبيره تليق باسم بلد كبيره اسمها مصر وبلد كبيره اسمها المغرب.